اليوم هذا المحطة باش ختمنا يعني الزيارة ديال الجهة ديال درعا احتفلت، واللي في تنغير شفنا واحد مشاريع اللي هي مهمة اللي كتهم السياحة واللي كتهم التنمية والإشكالية ديال الماء والطرق وكذلك الصحة كما قلت. وكانت مناسبة من خلال هذه الجولة هي الاطلاع على الحاجيات ديال المواطنين عبر يعني الاستماع الإخوان يعني المنتخبين اللي بلغونا الحاجيات ديال الناس وسمعنا لهم، وكانت مناسبة لإطلاق واحد العدد ديال المشاريع من أهمهم هو يعني كلية ديال الطب باش ولاد المنطقة يقراو ويعطيو النتيجة هنا ويبقاو يشتغلوا، كذلك المستشفى الجامعي اللي غادي يكون في غسيليا، واحد العدد ديال المستشفيات اللي تعطاتهم انطلاقة اللي هما في مستوى يعني عالي بالنسبة ليزيكيبمون الماتيريال. وزارة الصحة عملت مجهود كبير وعطات واحد ليزوبيتو وورد كلاس هنا في يعني في المنطقة، وكذلك كاين مشاريع اللي تهم السياحة، بغينا الطيران يجي أكثر للمنطقة، بغينا يعني الفنادق اللي مقفولة خصها تفتح لأنه خص واحد الدينامية. الآن يعني المغرب يعرف دينامية في القضية ديال السياحة وخاص هذه المنطقة تاخذ حتى هي حقها، والمشاكل ديال الماء لا من لي باراج اللي تعملوا ولا اللي كيتعملوا الآن ولا لا كونيكتيفيتي يعني باش نوصلوا يوصل الماء يعني للسكينه والمدن، كل هذه برامج طموحه فيها واحد الجهه اللي هي اليوم شريك مع الحكومه واللي كتشتغل بجديه. وبانه كانت مناسبه باش نقولوا اليوم بانه احنا فرحانين بهذا العمل اللي كيقوموا بانهم يمكنهم يعولوا علينا، لكن عفوا بان منطقه تاخرت فيها شويه هاد السنوات يعني يعني التشغيل في ديال التنميه، والان جاء الوقت باش تعطاش حنا ان شاء الله باش نزيدوا الامام. وشكرا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.